بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن فضل مجالس الذكر. نحن في حياتنا نحتاج كثيرا بين الفينة والأخرى إلى مجالس ربانية تعقد بين المؤمنين والمؤمنات من أجل أن نتعاون على ذكر الله عز وجل، لكي نقترب من جلاله ولكي نخشى هيبته سبحانه وتعالى. عصرنا هذا لا يخفى عليكم أيها الأحباب الكرام أنه عصر الاضطرابات النفسية، وعصر الخوف والهلع، وعصر الفتن، ونحن نحتاج إلى جرعات من الإيمان مستمرة حتى نتمكن من مواجهة الصعوبات وكل المعيقات المتعلقة بالحياة. ربنا عز وجل في كتابه العزيز يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يخاطب سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يسعون إلى ذكره ويعملون جاهدين من أجل أن يبقى حبل الإيمان واليقين متواصلا بينهم وبين الله تعالى. هذا الذكر وحده الكفيل لكي يزيل عن قلوبنا القلق والاضطراب، لأن الذكر يفيض علينا من نور الإيمان ويفيض علينا من بهاء الهداية، مما يجعل القلب مطمئن، يذهب عنه الخوف والهلع والاضطراب. فنحن في أمس الحاجة إلى مجالس الذكر، هي خير المجالس، هي أزكاها وأشرفها وأعلها، لأنها تعقد هذه المجالس لذكر الله. هناك مجالس للتجارة والاقتصاد وتدبير شؤون المال، هناك مجالس للسياسة وتدبير شؤون العامة، هناك مجالس فنية لقضايا تتعلق بالفنون من طرب وغناء وغير ذلك، هناك مجالس رياضية أيضا تعقد من أجل الرياضات وغير هكذا. المجالس كثيرة، لكن تبقى أنقى وأطيب وأزكى المجالس هي المجالس التي تعقد لذكر الله تعالى، لأن الذكر هو حياة القلوب، وهو نماء الإيمان، وهو زكاء النفس، وهو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئان بالآيات والأحاديث التي ترغب في الاجتماع في مجالس الذكر، لأنها خير المجالس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته مجتمعين فقال لهم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر هذه تسمى مراتع ورياض الجنة، لأن الله تعالى من فوق سبع سماوات ماذا قال؟ قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما معنى فاذكروني أذكركم؟ قال المفسرون: معناها اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي. فالذكر هو ليس فقط تسبيحات وتكبيرات، هو أيضا أن الإنسان يتمسك بطاعة الله تعالى ويسأل عن الحلال والحرام ويسير وفق منهج الله. اذكروني أذكركم أي اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي، يعني كل ما صدر منك من خطايا وذنوب الله تعالى يغفر ويتوب، لأنك دوما متصل بالله سبحانه وتعالى. كم نذكر الله تعالى؟ كم الوقت والعدد؟ كل شيء في الوجود
مرتهن بالوقت وبالعدد، كل شيء. مثلا الإطعام، الإطعام مرتهن بوقت وبعدد. قال لنا ربنا عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إياكم أن تسرفوا. في النفقة الله تعالى أيضا قال لنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. كل شيء ربنا قال لنا التوسط والاعتدال، إلا الذكر. قال لنا الله عز وجل: الذكر ما عنده وقت، كل الوقت على مدار 24 ساعة. والعدد ليس هناك عدد حتى تتعب. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بمعنى أن الناس ينبغي أن يذكروا الله تعالى وحده لا شريك له، يذكروا في كل وقت وحين. الذكر الكثير، الكثير يعني غير مرتهن بعدد. أي نعم هناك بعض الأذكار مرهونة بعدد معين، ولا نأخذ العدد من أي كان. العدد نأخذه فقط من الحديث الصحيح الثابت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأننا نجد بعض الناس يضعون أعداد معينة ويقيدون بها الناس، هذا كله اجتهاد منهم ولا يحق لهم. الذي يحق له فقط هو النبي المصطفى، لأنه ينطق بوحي الله. إذا أعطانا عدد، إما عدد 10 أو 100 أو غير ذلك، نأخذ بالعدد. أما باقي الأعداد الأخرى هي اجتهاد من عند الناس، ولا اجتهاد في العبادات. العبادات هي غير قابلة للاجتهاد، هي تعبدية، هي نأخذها من الله تعالى دون أن نسأل كيف ولما وما السبب. فنحن مطالبين أن نذكر الله كثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة يعني في الصباح الباكر، وأصيلا يعني في الأصيل. قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في جميع الحالات تذكر الله تعالى بالقيام وأنت قائم، بالقعود وفي السجود وفي الجلوس، وأنت مسافر، يعني كل وقت. الذكر لا يحتاج إلى 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 توقيت، ولا يحتاج إلى وضوء وطهارة. تذكر الله رغم أنك لست طاهر، لست متوضئ، وتذكر الله تعالى في كل وقت، في كل وقت، حتى عند شروق الشمس وعند غروبها. ذكر الله تعالى وأنت مسافر، وأنت في السيارة، وأنت في الدرج، وأنت في المصعد، وأنت في مكتبك، وأنت في متجرك، وأنت في كل مكان. بكرة وأصيلة، وقياما وقعودا وعلى جنوبكم. أليس في هذا تعب؟ هل يتعب الإنسان؟ لا، لا يتعب أبدا، لأن الذكر هو سهل ميسر على كل الخلق. الذكر أولا هو مرتبط باللسان، واللسان هو عضلة ربنا عز وجل جعلها وخلقها وأبدعها وصورها سبحانه. لا تتعب، كل أعضاء الجسد تتعب. البصر يتعب إذا أمعنت فيه، والسمع يتعب، وكل شيء، إلا اللسان الوحيد الذي لا يتعب، لا يفطر، لأن الله تعالى جعله قابل للكلام. ونحن نتكلم كثير، للأسف كلنا نتكلم، هذا في الغيبة وهذا في النميمة وهذا يتكلم في قضايا تافهة. فالأفضل أننا نجعل لساننا يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثر العبد من ذكر الله جل علاه نال الحظوة. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث عظيم المقام. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يتحدث عن ذاته العلية، ويؤكد لنا بأن الله تعالى حسب ظن العبد. هناك من عنده ظن جميل في الله، وهناك للأسف من عنده ظن سيء في الله، دائما يتوقع الأسوأ. ولكن المؤمن دائما ظنه في الله جميل،
إذا أعطاه وأكرمه شكره، وإذا ابتلاه ونال منه صبر واحتسب، وإذا وقع في خطيئة صارع فتاب وأناب واستغفر. هكذا المؤمن، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني وأنا معه إذا ذكرني. الله معك كلما كنت تذكر الله فالله معك. يا سلام، وإذا كان الله معك من يستطيع أن يكون ضدك؟ إذا كان الله معك لا تخشى. عندك مرض، عندك فقر، عندك قضية في المحكمة، عندك مسؤولية كبيرة تقوم بها وتخشى الفشل، لا تخاف من شيء. المهم أن تكون مع الله، فإذا كنت معه كان معك. وكيف أكون مع الله؟ أن يكون لسانك رطبا بذكره. فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، كلك يذكر الله سرا تا واحد ما عارفه، الله يذكره أيضا في نفسه في سمائه وعليائه. وإن ذكره في ملأ، في جماعة من الناس، الله يذكره في ملأ خير منه. أنت تذكر الله فوق الأرض وربك يذكرك في السماء مع الملائكة. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. كلما جئت إلى الرحمن اقتربت منه تقرب إليك أكثر، كلما أقبلت عليه هو أقبل عليك أكثر. الله أي حظوة أن يكون رب العالمين يتقرب إليك. تقرب يا أخي، أسرع أسجد واقترب. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ذراع واحد يتقرب لك الله باعا. وإن أتاني يمشي أتيت هرولة، من يأتي إلى مساجد الله وإلى رياض الجنة مراتع الذكر يأتي يمشي، ربك عز وجل يأتي إليك يجري هرولة محبة فيك. هل هناك حظوة أكثر من هذا؟ والله ليس هناك حظوة في الوجود أكثر من أن يقبل عليك رب الوجود. ثم إن مجالس الذكر هي مجالس تحفها الملائكة، هي أعظم المجالس في الوجود. جميع مجالس الدنيا ربما قد تحضرها الشياطين وتحضرها الرغبات والمصالح والمنافع، لكن مجالس الذكر تحضرها الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. وأيضا رواية ثانية: لا يقعد قوم يذكرون الله. أي ذكر؟ كل خير، المهم أنك تذكر المولى سبحانه وتعالى. ما الذي يقع؟ تحفك الملائكة من كل جانب، وتغشاك الرحمة، وتتنزل عليك السكينة، ثم دوما يذكرك الله تعالى في عليائه وفي سمائه. يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة واضحة لما يقع في الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. تصور هذا المشهد، الملائكة طوافون في الطرقات، لما يرون مشهد لأناس مؤمنين يذكرون الله يقولون: هذا مكاننا. يتركون جميع المجالس إلا مجالس الذكر، فيجلسون ويحفونهم بالأجنحة، والأجنحة تمتد من الدنيا إلى السماء. ثم ربهم يسأل الملائكة وهو أعلم بهم، ربنا يسأل ولكن هو أعلم بالغيب، هو فقط يثبت: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله تعالى: هل رأوني؟ فيقول: يا ربنا لم يروك. فيقول الله عز وجل: وكيف بهم لو رأوني؟ فيقولون: يا ربنا لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله تعالى: فما يسألوني؟ قالوا: يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول الله تعالى: وكيف إذا رأوا الجنة؟
فيقولون ربنا لو رأوا الجنة لكانوا لها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم لها رغبة. فيقول ومما يتعودون، فيقولون ربنا إنهم يتعودون من النار، فيقول الله تعالى وهل رأوا النار؟ فيقول لم يروها. فيقول وكيف بهم إذا رأوها؟ يقولون لو رأوها لكانوا لها أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي يا ملائكتي إني قد غفرت لهم، أشهدكم أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، لم يأت للذكر، جاء لقضاء مصلحة. فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. بالله عليكم هل رأيتم نعمة أكثر من هذه النعمة؟ نعمة أن الله تعالى يباهي بك الملائكة وأنت جالس تذكر الله تعالى. يكفي أن الله تعالى يمحو السيئات بل يبدل السيئات حسنات. قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن يا قوم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هم يذكرون الله قبل أن ينصرفوا، تأتيهم هذه البشارة من السماء يا قوم قوموا مغفورا لكم لقد بدل الله سيئاتكم حسنات. وهذا خير عظيم وبركة كبيرة. مرة أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الدين وشرائع الإسلام قد كثرت علي، فهل أخبرتني بشيء أتشبث به؟ أنا لست قارئ ولست عالم، شرائع الإسلام كثيرة جدا، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، أريد شيئا بسيط علمني إياه أتشبث به، ألقى الله عز وجل وهو عن راض. فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني إذا غابت عنك قضايا الدين وقضايا التشريع وقضايا الفقه ممكن أن تغيب عنك لن تضرك بإذن الله، ولكن ما دمت متصلا بالذكر ولسانك رطب بذكر الله فأنت من أهل الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي لا يذكر الله هو ميت. ليس الميت من هو في القبر وقد وري عليه التراب، لا، قد يكون حيا في قبره. الميت هو الذي لا يذكر الله ولو كان حي. كم من إنسان الآن هو حي يرزق ويلبس أفخم اللباس وعنده ربما مقامات ولكن لا يذكر الله، هذا ميت، هذا قلب ميت. وكم من ميت فعلا دفن في القبر ولكنه دفن على الإيمان واليقين يذكر الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أي كلام نقول في الذكر؟ أعظم الذكر كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. وخير الذكر هو كلمة لا إله إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وصعد في إلى جبل عرفة قالوا له ماذا نقول يا رسول الله؟ قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه عنه وإن كانت مثل زبد البحر. ربنا يغفر ويتوب على كل من فعل هذا. أما من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الذكر في كل وقت وحين. الوصية التي نتواصى بها أحبابنا الكرام في خضم هذه الحياة الطويلة والعريضة والمليئة بالمشاكل والهموم والاضطرابات، الإنسان يبحث عن بوصلة، يبحث عن حبل ينقذه من هذه الأمواج المتلطمة في الحياة. هذا أمراض وهذه أسقام وهذا فقر
وهذا مصائب وهذه نكبات وهذا ظلم وهذا اعتداء، يعني ماذا أفعل؟ تمسك بذكر الله لن تخاف ولا تخشى. فاللهم ألهمنا ذكرك في كل وقت وحين، ألهمنا الذكر يا رب العالمين، واجعلنا صادقين مخلصين مخلصين، إنك سميع قريب مجيب، واجعل قدوتنا هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثنا معه في أعلى جنات الخلد. قولوا جميعا أمين، آمين آمين يا رب يا كريم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من الدار البيضاء. معنا الشريف مولاي عمر المريني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الدكتور سيدي الطيب، قريبا هذه الليلة ديال الجمعة مباركة عليكم باليمن والبركات والضياء والنور والفسحة والسرور عليكم وعلى جميع المغاربة والأمة الإسلامية جمعاء. يا رب يا رب. في هذه الليلة الجمعة إن شاء الله بالفرح والسرور لكل المستمعين والمستمعات، ونشكر الطاقم التقني ديال إذاعة ميد راديو التي تسهر على هذا البرنامج، برنامج ديال فضيلة الدكتور كلام طيب، ودائما سوف يبقى طيبون، وأنت رجل طيب، والمستمعون كلهم طيبون، والله سبحانه وتعالى يعطي لكل مستمع ولكل مستمعة ما يتمنوا ويحقق الله تعالى رجاءهم. الله حفظكم الله فضيلة الدكتور الطيب قريبا، مرحبا. بارك الله فيك مولاي. سي عمر، هو أن في شهر شوال معروف أن الكثير من الجهات ينظمون مجالس للذكر، يتنافسون في حب الله والتمسك بسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنكم الحمد لله مقبلون هذه الأيام على تنظيم ملتقى كبير للذكر والتجمع لمحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل حددتمونا عن هذا الملتقى وعن الأنشطة المزمع عقدها، ومن سيحضر في هذا الملتقى، والبرنامج الذي سيكون في هذا العمل وأثره على المجتمع؟ يعني دائما النشاط ننظر هل له أثر على المجتمع إلى أي مدى، وكيف يمكن أن يستفيد منه الحاضرون؟ لا إله إلا الله، ومصداقا لقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وببركة الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد تامه، نجي يا ربي جميع المغاربة من كل همة وغامه يا رب يا رب يا رب، ببركة الصلاة على رسول الله. أولا سيدي الدكتور، هذا موسم يقام في كل سنة، موسم جليل رباني عنده خاصية خاصة، لأنه موسم صوفي روحي للقطب الولي الصالح الفالح، رجل البركة في وقته وفي زمانه، الشيخ سيدي مولاي العربي الدلائي الرباطي، الذي سوف يقام حفلا موسميا بهيجا برحاب الزاوية الحراقية الشاذلية
الدرقاوية بالدار البيضاء المدينة القادمة، وأن هذا الموسم جاء في وقته. في كل سنة يقام هذا الموسم، هو كان توفي رحمه الله هذا القطب الرباني، توفي في 15 في 15 من شهر شوال الهجري عام 1285 هجرية، طيب الله متواه وخلد في الصالحات ذكره. غادي نحيو الموسم ديالو. وجاء مصادفا لذكرى الوفاة ديال الشيخ ديالنا شيخ المسمعين، وهو الذكرى السادسة، الشيخ سيدي الحاج عبد المجيد الصويري الأستاذ الفاضل رحمه الله، الذي كان بارعا في المديح والسماع من خلال البرامج التي قدمها في حياته وفي مسار حياته في جميع المهرجانات للمديح والسماع بالمملكة المغربية الشريفة رحمه الله، وأبينا من مشيخة الطريقة الحراقية ومن جميع الإخوان ديالنا المنشدون الذين يسهرون معنا على هذا الموسم وهذا الذكرى السادسة ديال سيدي عبد المجيد رحمه الله، جل إخوة ديالنا من الرباط ومن الدار البيضاء، نشكرهم جزيل الشكر لأنهم قدموا لنا عمل كبير من أجل إحياء هذه الذكرى وإحياء هذا الموسم ديال هذا القطب الوالي الصالح مولاي العربي الدلائي رضي الله عنه. وهذا الذكرى ديال الشيخ سيدي عبد المجيد لأنه كان توفى رحمه الله في نهار ثاني أبريل رحمة الله عليه، وهذه الذكرى السادسة، وجت مصادفة مع هذا الشهر الشوال، لأن شهر الشوال بقي إحنا الحمد لله في الأيام ديالو المباركة، وهو غيجي يوم السبت 18 من شوال الموافق 27 أبريل سوف يبدأ هذا الحفل المبارك الديني البهيج على الساعة 11 صباحا برحاب الزاوية، وسوف يأتون جميع المقاديم والمديحون والفقهاء والشعراء الجزالون جزاهم الله عنا خيرا الذين سوف يحضروا معنا، وكذلك مقاديم الزوايا الحراقية وعلى رأسهم شيخ الطريقة الحراقية الدرقاوية الشاذلية سيدي مولاي الغالي الحراق ابن الشيخ المرحوم سيدي عرف الحراق، سوف يأتي من تطوان إن شاء الله من أجل حضور هذا الموسم الجليل وحضور هذا الذكرى ديال سيدي عبد المجيد، لأنه كان رجلا مربيا في رحاب هذه الزاوية الحراقية بالدار البيضاء رحمة الله عليه. نعم سيدي عمر، هاد الملتقى يعني غادي يكون يضم أنشطة معينة، هل عرفتمونا بهذه الأنشطة التي سوف يحتوي عليها؟ هذه الأنشطة سوف يحضرها أساتذة أجلاء ودكاترة وكذلك مديحون بارعون فنانون في ميدان المديح والسماع وفي الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمثال القطب ديالنا الأستاذ الجليل سيدي علي الرباحي من الرباط الذي سوف يشرف هذا الحفل، وكذلك الدكتور العلامة الباحث في التصوف سيدي الشريف مولاي تهامي الحراق الذي يعد لنا برنامجا متكاملا للمديح والسماع للمرحوم برحمة الله الواسعة الشيخ السماع بالمغرب سيدي عبد اللطيف المنصور، سوف يقدم لنا برنامجا شيقا للمديح والسماع، وسوف يفتتح هذا الحفل بتلاوة القرآن المبارك، ثم بعض الأدعية ديال السادة الأخيار، ثم الورد ديال الشيخ سيدي أحمد بن عاشر الحداد الدفين الزاوية الحراقية بقرون الرباط، سوف يتلى من طرف مقدمي الزاوية وفقرائها، وكذلك سوف ينطلق الحفل البهيج بالباقة والذخيرة للبرنامج المعد يعني لتصيب ديال المديح والسماع للموسم، والذكرى السادسة للترحم على الشيخ سيدي عبد المجيد الصويري، وهذا البرنامج كان داروه سيدي عبد اللطيف بن منصور رحمة الله عليه في آخر موسم
في حياته كان داروه في الزاوية الحقيقية هنا في الدار البيضاء. سعد بن منصور هو شيخ المسمعين والمحدثين بالمغرب. نعم والله يا ودي، لأن سيدي عبد اللطيف رحمة الله عليه كان قد قدم عدة برامج كبيرة، وقدم عدة ابتكارات جميلة في المدح وفي السماع الصوفي الروحي بالمغرب، وهو الذي كان يقدم البرامج العبقرية في جمعية أبي قراء لما كانت تقوم بالمهرجان المديح والسماع بسلا، يعني قدم عدة برامج، وكان يقدم كذلك برامج والباقات الجميلة أمام الحضرة المولوية الشريفة ديال مولانا أمير المؤمنين المرحوم مولانا الحسن الثاني قدس الله سره وجدد عليه شآبي برحمتي والغفران. كان يقدم يعني البرنامج المديح ليلة المولد والذكرى ديال سيدي محمد الخامس رحمة الله عليه بالتاريخ، محمد الخامس كان هو اللي كيشرف على هذه البرامج رحمة الله عليه. والحمد لله خلدنا الخلاف لخير سلاف أمثال الأستاذ سيدي علي الباحي، أي الله يجزي هذا الفنان الشاب الجميل المتواضع يعني بكل صراحة الدكتور، وأنتم تعرفونه مثقف ومقبول، وهو كان يعني حقيقة دائما بجوار الشيخ سيدي عبد اللطيف بن منصور برحاب الزاوية ديال الحراقية ديال بقرون ديال زنقة الزهرة بالرباط. وأنا كان سيدي المقدم الكبير سيدي العلامة سيدي مصطفى قديرة كان هو المقدم هذه الزاوية بعدما تولي المرحوم العلامة الفقيه سيدي عمر الريش رحمة الله عليه، وكذلك الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. هذا الرجل تهو الباحث وتهو فنان وتهو عنده المؤسسة ديال الذاكرين بالرباط التي قدمت عدة مشاريع وبرامج في عدة أنشطة دينية في مهرجانات وفي رحاب الزاوية الحراقية بالرباط والدار البيضاء. سوف يأتون من أجل تقديم هذه الباقة ترحما على الشيخ العربي بلاء تلميذ سيدي محمد الحراق شيخنا الكبير دفين الزاوية ديال مدينة تطوان، باش كنبينوا المستمعين شنو الأشياء، لأن هذا الشيء سيدي الدكتور بالتراجم ديالو وبالترجمة ديالو بالتاريخ ديالو سيدي الدكتور العربي الدلائي أخذ عن شيخي الحراق، فهو ليس له طريقة دلائية نقول لك يعني الحقيقة، فهو سيدي محمد بالعربي الدلائي الرباطي رضي الله عنه وأرضاه نسبا وحسبا أخذ عن شيخه سيدي محمد العاري بالله الشيخ سيدي محمد الحراق الحسني، وهو شيخ الطريقة الحراقية وشيخ الأكبر مدفون ضريحه بمدينة تطوان، وهو صاحب ديوان الحراق الذي يتغنى به جميع المنشدون بالمملكة المغربية الشريفة والمديحون، وكذلك يتغنى بهذا الديوان الجميل من أجمل وأروع قصائد في المدح خير البرية والخمريات في الحضرة والبراويل المستعملة بالأنغام المنحنة على الطريقة المغربية الأندلسية والطبوع المأخوذة من نوبات ديال الشجرات ديال النوبات الأندلسية كيتغنوا بها المنشدون في المغرب، وكذلك في جميع القاطرة ديال الدول الإسلامية كيتغنوا بالشعر سيدي محمد الحراق. والذي صنع هذا الديوان وأهابه ونشره هو التلميذ ديالو الشيخ سيدي محمد بن العربي الدلائي الذي أعطاه الله تعالى كرمة وولاية وفتحا مبينا، لأنه كان يغوي ذلك العلم من النور الفياض ديال سيدي محمد الحراق رضي الله عنه، لأنه عاصره وعاش في وقته وجاء لمدينة الرباط شيد الزاوية وكثر عليه المريدون والفقراء من أعيان مدينة الرباط، الشخصيات الأندلسية التي تقطن بمدينة الرباط وأعيانها كلها كانت سيدي الدكتور كلها كانت حراقية أخذت عن الشيخ العربي الدلائي وعن الشيوخ الذين عاصروا بعد الشيخ العربي الدلائي. نعم مولاي عمر البريني إلى مدينة الدار البيضاء كتب كلو دفينا هنايا أسس هذه الزاوية وشيدها، لأنه سيدي الدكتور كان خطيبا عبقريا كان يبهر البيضاويين آنذاك تحت الصور ديال الدار البيضاء اللي هو الباب الكبير كوماندار بروفو، كان الشيخ سيد العربي الدلائي خطيبا بمسجد جامع دار المخزن، اول خطيب هذا بالتاريخ، كان خطيبا عظيما للجمعه، وكانوا جميع البيضاويين والبيضاويات لان كان ديك الساعات التدين واحد الاحتفاظ، وكانوا الناس ديال التدين معروفين
تحت السور ديال الدار البيضاء، لان هذاك السور له تاريخ كبير، هو اللي كنقولوا له احنا السور ديال باب مراكش، ولكن هو باب الكبير، كيقولوا له باب الكبير، كوماندار بروفو كانوا كيقولوا له الفرنساويين، كوماندار بروفو. احنا جينا في شارع الحنصالي، والزاويه جات زنقه احمد الشريبي حدا اوطيل الهلال، وتما الزاويه كان البيضاويين متمسكوا به وامنوا بالتصوف ديالو، امنوا بالبركات ديال الشيخ مولاي العربي الدلائي، وكان اعطاهم فتوحات ربانيه كثيره، وشافوا عليه الصلاح والفلاح والورع رحمه الله عليه. هداوا له هذه الارض، هداوا له هذه الارض المدينه القديمه، وشيدها زاويه واهابها الى شيخه، شيخ الطريقه الحراقيه، الشيخ العارف بالله سيدي محمد الحراق الحسني رضي الله عنه وارضاه. ايوا الحمد لله، الشيخ ديالنا مولاي الغالي الله يطوله في العمر راه كيعمل مجهودات كبيره، صلح عدد الزوايا في المغرب، وكيحضر بجميع الانشطه يعني، وكيقوم بجميع الحضورات ديالو رفقه المقاديم ورفقه الاشراف الحراقيون، وحنا كنشكروهم جزيل الشكر. وهذا الحدث سيدي الدكتور، نعم يعني التساؤل على مدينه الدار البيضاء، نعم التساؤل هو الكثير سيدي الدكتور، نعم سيدي، باش نفسر للمستمعين والمستمعات احياء الحركه الربانيه الروحيه، نعم. علاش؟ لان الشباب ديالنا المتعطش لهذا النظره الربانيه مهمه، علاش؟ لانه ميجيو الشباب للزاويه كيشوفوا شنو هو العمل الروحي الرباني، وكيعرفوا شنو هو المعاني والمغازي ديال التصوف من خلال اللقاء اللي كيكون، من خلال الاستماع الأشياء التي تكون في الزاوية، خاصة الحضور المنشدون والمديحون الذين يأتون، ثم الفقراء كيشوفوا ديك النظرة ديال الفقراء كيف كيكونوا، السادة الفقهاء كيف كيكونوا جالسين، والسادة العلماء. وهذه تربية روحية ربانية، ونعطيو الضوء عاوتاني سيدي لهذه المدينة ديال الدار البيضاء، وكذلك المدينة القديمة، لأن كلها عامرة بالزوايا، منهم من انقضى نحباه، منهم رحمه الله عدد المقاديم ماتوا. أولا كاين الزاوية الحراقية بالمدينة القديمة الحمد لله، وكاين الزاوية الثانية الحمد لله بالمدينة القديمة، من أجل التعريف الناس يسمعوا لنا، الزاوية الثانية بقى موجودة الحمد لله، وكاين الزاوية التجانية المتواجدة بزنقة الملاح، وكاين الزاوية الحمد لله العيساوية، والزاوية الدكاوية لا زالت تقيم المواسم مع الزاوية التيجانية كذلك. ثم كاين الزاوية البوتشيشية، هذه الزاوية البوتشيشية لا زالت حاضرة الحمد لله، وكيعمروا فيها المريدون، لأن هذه الزاوية البوتشيشية متواجدة بالدرب الكبير هنايا، يقولوا الزاوية الكبيرة، والزاوية ديال الضريح ديال سيدي علا القرواني رضي الله عنه، هذا الولي الصالح البيضاوي، تهي بقية الحمد لله. والزاوية الدقاوية جات في السقالة تهي، وحنا دقاوة لأن الشيخ ديالنا الأكبر ديال اللي أعطى البركة للشيخ ديالنا وفتح الله عليه على سيدي محمد الحراق، هو مولاي العربي الدقاوي، حنا تحنا دقاوة الحراقية الدقاوية، وشاذليا أصلا ونسبا اكتسابا للشيخ رحمة الله عليه، تلميذ ديال القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش رحمه الله أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. والحمد لله هذا البرنامج حافل في هذا الموسم، مع هذا الاقتران ديال هذه الذكرى السادسه ديال الشيخ المسمعين سيدي عبد المجيد رحمه الله، الذي عاصرناه وحنا كنا تلاميذ ديالو، الله يجد عليه الرحمات، اللهم اغفر له وارحمه. وسوف يكون البرنامج بكلمه الساده العلماء والدكاتره الاجلاء الذين يحضرون معنا، وغتكون مأدوبه ان شاء الله ديال الغداء، ثم غننتقلوا للحضره الخمريه الربانيه مع الحضرة الحراقية التي يفتتحها شيخ الطريقة والأساتذة الأجلاء الحاضرون معنا من خيار المديحون. وثم نرفع في الأخير إن شاء الله ديال هذا الاختتام ديال الحفل المبارك بنجاح وتوفيق من الله، دعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين وحامل ملة والدين جلالة الملك سيدي محمد السادس، نصره الله وإيده وأبقاه دخرا وملادا للمملكة المغيبية الشريفة حفظه الله. نعم سيدي مولاي عمر المريني، لو أعطيتنا إطلالة على هذا النشاط الثقافي والديني والتربوي
ونحن في هذه المساحة الوقتية اللي بقت لنا قبل أن نرفع أذان صلاة العشاء يعني حوالي 10 دقائق، بغينا منكم واحد الوصلة إنشادية لما تقومون به في هذا الحفل الديني البهيج اللي الغاية ديالو هي التعريف بمناقب وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا التعريف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الطريقة التلقين كتكون بالمديح والسماع، والطريقة الفنية الجمالية التي تقتحم القلوب بغير استئذان. فهل شنفتم مسامعنا وروحتم قلوبنا بمديح وبسماع وإنشاد؟ لازم هواك ولا تزعلي ما أنتي فالوصل هو الهجر كل من معاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله واصبر إذا أظهر محبوب عين ذاته فالحب لي الحب حقا من يوام أتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله وكن شاكوه ران إدام أرضاهما صانعات بك المشيئات من شيء تقام أصيه الله 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 يا مولانا أنا أفعلكم أريج الله 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 يا مولانا أنا أفعلكم يا رجال الله جمعت في حسنك المطالب فما لنا لي سوى النظر الله 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 يا مولانا أنا أفعلكم أرجال الله وكل شيء نراه غائب لما بعد وجهك الأغار الله 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 يا مولانا أنا أخدم سيدي رسول الله يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خضع الله 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 يا مولانا أنا أخدم سيدي رسول الله اسقاني هاد المدن يا عشاقي خمر القديم الباقي ما وقعت دايم بالله شرقا وشمس في الكون برقا إمام الحراق اسقاني هاد المدن يا عشاقي خمر القديم الباقي ما وقعت دايم بالله شرقا وشمس في الكون برقا إمام الحراق حين ضجبل حبي برماقي بالبهك من الروناقين ما بقات لوصل حتى مفرقة ما
نلت المقام العز وتقى من فضل الخلاق. عافاني من كيد رقي بغاقي والزمن حين يلاقي بان هجري ودواف جري وارتقى وضحت الفوجات منسقة من شدة الأشواق. ساعدتني الأيام باللقم وضفرت بمهاج الطريق وسقاني الحبيب ونسقام قلبي من المدام لعتيق. خمرة المحبة الرايقة من يشرب منها ما يفيق فاض نظام الحب غير الكوب ولاقي والحبيب هو الساقي. كل من يدخل حضرتنا ينسقام وينال الأحوال وتقى والعلم والأذواق. ياك العاطي حي والفضل دفاقي والكريم خير وباقي. لود الباب وشد سباب وتقام وتخلى عن كون علقة وعلق بالصباق. والصلاة على الحبيب نور رماقي جد كل منه تاقي. لم فضل عين الرحمة دفقة من نور الانوار شرقة في قلوب العشاق. الله 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 يا مولانا. الله 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 يا مولانا. الله 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 يا ربي داوينا. الله 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 يا ربي داوينا. وكل حسن بك تحلى. وكل حسن بك تحلى. طوبى لمرء بك الشمع. طوبى لمرء بك الشمع. الله 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 يا مولانا. الله 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 يا مولانا. الله 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 ربي داوي حالي. الله 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 أرجايا في العالي نور هذا الحبيب لم يدعني الشباب إذ بدا من قريب. ونظرت إياه ليس قط يغيب عن فؤاد سنة لم يكون بمكان. وهو كل أمري من رآه عيان لم يفيق من سكري. أنتم مقصد الفقير ومنكم يعرف الجود والوفا والدمام. ولكم حرمة وجاه عظيم ووفاء ورفعة واحترام. الله 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 يا مولانا. الله 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 بفضلك كلي. الله 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 يا مولانا. الله 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 محمد نبينا. لا اله الا الله. الله لا اله الا الله. يا شفيع العافي يا البريء تعالى. جد باللطف الخافي حرم الزين الحالة. جد باللطف الخافي حرم الزين الحالة. لا إله إلا الله. يا ربي داوينا وداوي جميع المغاربة. اللهم أمين جميع المسلمين. يا رب يا رب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنت الرحيم
يا الله لا إله إلا الله الدواء من عندك يا الله يا الله لا إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله لا إله إلا الله بركة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله تفجي الأمور بها يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله ختمها رسول الله سير بركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق أولادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام من وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيدي الدكتور. شكرا لكم. أشكركم على هذا الاهتمام. بارك الله فيكم. التصوف المغربي السني وبالأقطاب أهل الله جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيكم. مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس اللهم اشفيه وعافيه وأطل يا مولانا في عمره وبارك يا ربي في صحته ونجيه من الآفات وأبقيه ذخرا وملادا للمملكة المغربية الشريفة يا رب أرضا وجوا وبحرا يا رب احفظ هذا المغرب بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن كيد المتآمرين الله يحفظ المغرب ديالنا من كيد الحاسدين ومن الأطباع وانصر يا رب جلالة الملك محمد السادس انصره يا مولانا انصر جميع المغاربة في الصحراء يا رب المملكة المغربية يا الشريفة هذه وحدة ترابية الله يحفظنا فيها والله ينصرنا على الأعداء ويحفظ يا رب المغرب ديالنا ويجعل هذا الموسم المبارك وهذا الذكرى ديال المرحوم القدوس سيدي عبد المجيد الصويري رحمة الله عليه جعل البركة ديال هذه الرجال ديال المملكة المغربية حصنا على هذا البلد الأمين وأمننا يا مولانا في هذا الوطن واحفظ المغرب ديالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والزهر يا مولانا المغرب ديالنا بالخيرات وبالأرزاق واعطي المغاربة والمستمعين والمستمعات ما يتمنون في قلبي رحابة الزاوية الحراقية بالمدينة القديمة الدار البيضاء يا رب تعطي للمستمعين ما كيتمنوا يا رب اعطي المستمعات ما كيتمنوا يا رب حقق الرجاء ديالهم يا رب فرج على المحتاجين يا رب فرج على الفقراء يا رب افرحهم يا رب اجعل القرآن العظيم واجعل يا مولانا السنة المطهرة لهم باليمن والبركات وأعطي لقلوبهم ما نووا واشفي يا رب جميع المرضى الذين يتألمون فاشفيهم أنت الشافي أنت العافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما يا رب شافيهم يا رب داويهم بدوائك وأنزل اللهم يا مولانا عليهم الدواء واحفظنا في ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن أنبته يا ربي نبتا حسنا وشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد واحفظنا يا مولانا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك في جميع المستمعين واعطي لقلوبهم ما يتمنوا ببركة هذه الليلة دي الجمعة اللهم يا فارق الحق والنوى أعطي لكل قلب منا ما نوى
اللهم يا فريق الحب والنوى أعطي لكل مستمعين وكل مستمعات منوات بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور قريبا. شكرا لكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ مولى عمر المريني العمراني اللي هو مقدم الزاوية الحراقية بالضة البيضاء والمنشد في الحضرة المولوية السامية. بارك الله لكم في هذا النشاط، وأسأل الله تعالى أن يكون فاتحة خير على الحاضرين وعلى كل القائمين عليه. بارك الله فيكم. واللحظة أيها الأحبة الكرام، حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الأذان ثم نعود لنواصل. تقبل الله من الجميع. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مولاي ضاقت بي الأرجاء، خذ بيدي، ما لي سواك لكشف الضر يا سندي. جد بالرضا والعفو عما مضى، لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي، لم يبق لي جلد، يا ربي ترحمني. ألا المسيء
وأنت المحسن الأبدي يا عالما بالخفايا إنني تلف رحمك يا ملجأ الراجين خذ بيدي يا رب. ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. كلام طيب مع الدكتور الطيب كريبان، أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس من 8:15 إلى 10:15 مساء، ويوم الجمعة من 7:15 إلى 9:15 مساء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل معكم أحبابنا الكرام هذا اللقاء المباشر، واللحظة نتحول إلى منضة البيضاء. إلى أين؟ إلى منطقة زاوية الشيخ. معنا للامونة. السلام عليكم مكريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للامونة. شكرا مكريبان، لبس عليك. الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. انا فرحانه بزاف عمي كريبان مجد لي الخط. مرحبا، اهلا اهلا بك. كنشكرك بزاف عمي كريبان، وكنشكر بزاف داك اللي كيستقبل المكالمات. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، جزاك الله الف خير. شكرا. عندي عمي كريبان جوج ديال الاسئله. الله يحفظك عمي كريبان، الله يسهل عليك. مرحبا بنتي. السؤال الاول، كاين امي في رمضان قريب المغرب، قالت لي غير 10 دقائق للمغرب وشدتها الضيقه. اييه شدتها الضيقه وشربت الماء. أيه. واش ما ضروري ترد هذيك النهار؟ ماشي نعم، شدت هذيك بزاف وشربت الماء. أيه بنتي. أيه. وكاين عمي كريبان واحد البنت عمي كريبان، ديما عمي كريبان قالت لي سولي لي عمي كريبان، هي ما عندهمش الريزو. نعم. سميتها حسنة، قالت لي امي، قالت لي امي ما كتحملنيش، ديما كتدعي معايا، ديما ما خليت ما درت ليها، ديما كتدعي معايا، كتقول لي الله يعطيك، كدعي مال دعوات خايبين عمي كريبان. قلت لي من صغري هي ما كتحملنيش. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لي امي ما كتصليش، هذيك ام ديالها كنعرفها، ما قلت لي ما كتصليش، ما كتحملش هي القران. لا اله الا الله. قلت لي كتقول لي، قلت لي الله يعطيك هذه، والله يعطيك الصراطه، والله يعطيك الكسيده، والله يعطيك عمي كريبان، ما هذيك البنت عمي كريبان فقدت فيا بزاف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يفرج عليك. قلت لي سولي عمي كريبان، ديما مسكين عمي كريبان كتبكي، وهذه هي ما عندهمش الريزو. واخا بنتي مودة، واخا بنتي الله يحفظك. عمي كريبان كنشكر خويا جواد بزاف على هذا القناه اللي دار لينا، كنشكره بزاف، الله يجازيه بخير. هو اللي دار لينا هذه القناه باش جمع المكفوفين. كون ماشي هو عمي كريبان ما غاديش نوصلوا، ما غاديش نوصلوا للمحسنين، ما غاديش. كنشكره بزاف بزاف بزاف، الله يسهل عليه. اللهم امين. ما غاديش يعرفونا الناس، كنقول داخل الوطن وخارج الارض الوطن، الناس يدخلوا عندنا يتابوناو معنا، يكتبوا شجره الهلال للمكفوفين، اللي بغى يشوفني يكتب معاناه منى من زاويه الشيخ. هاد الايامات مورا العيد درت فيديو، درت صوت وصوره فيديو، اللي بغى يشوفني. احنا ما كنكذبوا ما والو. وكنشكر بزاف خويا جواد، كنشكر بزاف المحسنين اللي كيتعاونوا معنا، كنشكر بزاف خويا بشرى، اختي بشرى، وكنشكر بزاف خويا فؤاد، وكنشكر بزاف خويا هشام الشماعيه، ولا كيحفظني القران. كنقول لك كنتمنى لك التوفيق في القراءه ديالك يا رب، الله يعطيك النجاح. اللهم امين. الله يوفقه في القراءه ديالو يا رب، ولا كيحفظني القران. وكنشكر بزاف المحسنين اللي كيتعاونوا معنا، اللي كيفرحونا، الله يجزي ربي يفرحهم ويسهل عليهم. كنشكر بزاف خويا جواد المعزوي، هو اللي دار لنا هذه القناه باش نوصلوا عندهم، هو باش خويا جواد ما دارش لنا هذه القناه ما غاديش يعرفونا الناس، ما غاديش. الحمد لله حنا 80 واحد الحمد لله، ولي دابا الناس دابا كيديروا القصه ديالهم، كل واحد كيعاود القصه ديالو. كاين عمي كريبان اللي دار الصوت والصوره. نعم. اللي بغى يساعد شي واحد ولا كيدخل تما كيختار هذيك البنت ولا الدريه ولا عمي كريبان. أيه. كاين بزاف عمي كريبان، عمي كريبان هذيك النهار عمي كريبان عاودت لك القصه ديالي، قلت لك هذه انا مريضه، جاني نزيف مده شهرين، ما عنديش باش ندوز. الحمد لله دوزت القناه عندهم، الحمد لله جاب لي الله المحسنين، مشيت دوزت الحمد لله، الله يجعل ربي يفرحهم ويسهل لهم يا رب. الحمد لله الحمد لله في الصحه ديالي الحمد لله.
كنشكرك بزاف عمي كريبان، كنشكر خويا جواد اللي دار لنا هذه القناه باش نوسع للمحسنين. كون ما جواد ما تخلاش في هذيك القناه كون دابا عمي كريبان مت، هذيك النهار كتجينا السخفه. عمي كريبان كلشي شجره الامل للمكفوفين وشجره الهلال للمكفوفين. عمي كريبان كنطلبوا منك عمي كريبان الدعاء تعي معاهم عمي كريبان زهره ديال التازي ونعيمه بيض الايام، كنشكرها بزاف بزاف، هي اللي كدير حتى هي الدعاء. وكنشكر اخويا فؤاد، كنشكرهم بزاف 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 اخويا جواد المعزوي. شكرا لك منى، شكرا لك بنتي، بارك الله فيك، كنشكرك على المداخله ديالك. ومنى الان عطاتنا واحد الصوره، واحد المجموعه كبيره من ابناء هذا الوطن العزيز، هم من ذوي الاحتياجات الخاصه، مكفوفين ومكفوفات، وعنده كل اللي عنده اعاقه حركيه. واحد العدد منهم كيعيشوا في العالم القروي او في المدن الهامشيه او في واحد الوضع اللي فيه الفقر وفيه الاحتياج، وكانوا كيشعروا بالعزله. اي نعم، واحد العدد كبير منهم كان كيشعر بالعزله، لا رحيم ولا رفيق ولا انيس. سبحان الله العظيم، بدات الحركه بماذا؟ بدات بالاستماع الى الميديا. هذا الميديا فيه واحد الرحمه كبيره، لأنه سهل الاستعمال ويصل إلى كل المناطق. بدأوا في الأول كيستمعوا للميديا، وعن طريق الميديا وهذه البرامج المباشرة والتفاعلية كتخليهم أنهم كيخرجوا من العزلة ديالهم وكيتواصلوا عبر الناس عن طريق الميديا. ثم جاءت الفكرة أنهم ينتظمون في قطاع معين. أسهل طريقة الانتظام الآن، ما بقاش الأحزاب السياسية ولا النقابات العمالية ولا حتى الجمعيات، الطريقة السهلة للانتظام هو المجال الرقمي. فانتظموا في إطار الموقع رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا في الأول يتعارفون فيما بينهم، شعروا بالأنس، شعروا بالأخوة، شعروا بأن المعاناة ديالهم راه خفيفة، لأن الإنسان من اللي كيتلقى مع آخر يعاني كيبدأ يشعر بأنه ليس وحيدا في هذا الكون، وإنما معه إخوة وأخوات. ثم جاءت المبادرة الطيبة ديال أهل الخير وأهل الفضل، الله يجزيهم خير الجزاء، اللي بدوا كيتواصلوا معهم في القناة وكيقدموا المساعدة الممكنة، بعضهم داخل أرض الوطن والكثير منهم خارج أرض الوطن، ما كان لهم أن يتواصلوا لولا هذه النعمة. والحمد لله القائمين على هذا العمل ناس معروفين بالاستقامة وبالنزاهة وبال الروح الإنسانية، والأمور غادية مزيان. يعني احنا كنحاولوا ما أمكن، يعني حسب ما علمنا الله تعالى، يعني بغينا نحاولوا نحارب حالة الفقر والحاجة اللي علمنا الله تعالى، هي الطريقة ديال هاد القنوات اللي أسسوها مجموعة ديال الناس المحتاجين، مكفوفين ومعاقين وغيرهم، وعن طريقها يتم التواصل مع أهل الإحسان. والحمد لله كل مرة كنسمعوا أخبار سارة، كاين اللي مسكين مريض حظي بعملية جراحية، كاين اللي متزوج ومكتري وتحكم عليه بالإفراغ، كاين اللي تكلف ليه بالكراء، كاين منهم ربما كاع غادي يشروا ليه السكنة إن شاء الله تعالى، وكاين اللي ما لقى ما ياكل كيصيفطوا ليه لقمة العيش بانتظام. كاين واحد السيدة قالت لي وأنا بغيت غير التعبئة ديال الهاتف، لأنني كنسكن في أعلى الجبل وحتى واحد ما كيوصل ليا وكنلقى صعوبة كبيرة، فأهدي إلى الهاتف بلا بونمون ديالو. خيرات الحمد لله، يعني ولو هذا الشيء ماشي كثير وماشي مستمر، ولكن أفضل من لا شيء. ونتمنى إن شاء الله تستمر فينا الروح ديال التضامن، الروح ديال التكافل، الروح ديال العطاء، تستمر فينا هذا الروح. علاش؟ لأن غدا غنودعوا، غدا غادي نودعوا، وكل ما عندنا من متاع وأموال كله غادي يبقى إلى آخرين. اللي غينفعنا هو ما قدمناه، وما قدمناه لمن هو كان فقير أو محتاج أو مريض، هذا هو اللي غادي ينفع، هذا هو اللي غادي يلقاه الإنسان أمامه في الدار الآخرة. كاين بعض أهل الخير غادي يلقاو كجبال من جبال مكة وتهامة، غادي تقول يا رب لمن هذه الخيرات، هذه الجبال ديال الحسنات، غادي تقول لك لك أنت أيها المؤمن أو أنت أيتها المؤمنة، يا ربي أنا لم أفعل شيئا في الدنيا يستحق مني أن أنال هذا الأجر الكبير العظيم. كيقول لقد تصدقت على فقير وأحسنت إلى مسكين وأسعدت قلب يتيم وأنفقت على أرملة ومسحت دموع فلان،
فهذه الصدقة اللي قدمتها ربنا عز وجل يربيها كأنما يضعها في كف الرحمن، يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل، هكذا قال نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبة فكأنما يضعها في كف الرحمن، يربيها له، يضعها في كف الرحمن. أنت كتظن أنك وضعتها في كف الفقير، ولكن في الأصل أنت وضعتها في كف الرحمن. يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل. الجبل تصور درهم واحد يصير مثل الجبل كجبال مكة وتهامة من الحسنات. فشكر الله تعالى لكل أهل الفضل والإحسان، وكنذكر كنا شجرة أمل للمكفوفين، وكذلك كنا شجرة نور للمعاقين وغيرهم إن شاء الله تعالى. وكين بعض الناس اللي هم معندهم إعاقة ولكن كيعيشوا الفقر المدقع وكيعيشوا الحالة الضعيفة، كنتمنى إن شاء الله تفكروا معنا جميعا أيها الأحباب شي طريقة من طرق ديال الإحسان. أي نعم الحمد لله بلادنا نجحت إلى حد كبير في ورش الحماية الاجتماعية، واستمعنا بالأمس إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة أمام البرلمان، والذي صرح فيه بأن هذا الورش يعني سابقة ليس لها مثيل من قبل في المغرب، وأنه يحظى برعاية مولوية سامية، وأيضا أنه الرقم ديالو كبير جدا 25 مليار درهم توزع كل شهر على الفقراء والمساكين، هذا مبلغ كبير 25 مليار درهم تعطى كل شهر للفقراء والمساكين، مبادرة كبيرة وعظيمة تستحق التنويه. وأيضا لا بأس أن تكون بالموازاة مع ذلك مبادرات أخرى إنسانية في بلادنا، نتعاون فيما بيننا ونسبق ونغلب النزعة الربانية والنزعة الإنسانية، يكون فينا العطاء الجود والتيسير، وربي يبارك. وغدا سوف نودع، العمر قصير ولكن سوف نفرح ونسعد بما قدمناه بين يدي الله تعالى. بنتي للمونة أجيبك على الأسئلة اللي طرحتي. الوالدة ديالك الله يشافيها ويعافيها في رمضان وهي مريضة بالضيقة، يعني بقي للمغرب حوالي 10 دقائق، شعرت بالتعب واضطرت أنها تشرب الماء وتأكل، يعني هنا أفطرت، لأن الصيام يكون من شروق الشمس إلى تمام غروبها، فبقت 10 دقائق يعني أنها أفطرت قبل الغروب، معنى أنها هذا اليوم ضاع منها، ولها الأجر وله التواب ولها الفضل كل الفضل. ما حكمها؟ حكمها أن إن شاء الله تعالى حتى تبرأ تأكل الدواء وتصح شوية وتعود بخير، وتقضي عليها القضاء. القضاء هو ذاك النهار اللي كلاته تعود تأديه، ولها أجر مضاعف بإذن الله تعالى. إلا قدر الله تعالى صار هذا المرض مزمنا وما قال الطبيب راه صعيب تصومي، هنا عليها الفدية. الفدية إطعام مسكين، إما وجبة إطعام مباشرة وإما نقدا، نقدا قدرها العلماء في 20 درهما، والله يشافيها ويعافيها. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هذيك البنت اللي سميتها حسنة والأم ديالها كدعي لها بالسوء، وأم ديالها لا تصلي، يعني ماذا تفعل إزاء أمها؟ أولا ينبغي أننا نكون خاضعين لآبائنا وأمهاتنا مهما يكون، مهما يكون نحن نخضع لجلال الله وعظمة الله مهما يكون، هذا لا جدال فيه. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا نقول كيف جرى ولا لما جرى، ولكن نقول يا رب افعل ما تشاء، نحن خاضعين تحت ملكك، سواء أعطانا الله الكرم أو أصابنا بالمصائب، دوما خاضعين، لأننا نعلم يقينا بأن كل ما يأتي من عند الله خير، ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. ثم الوالدين، الوالدين ربنا عز وجل أوصانا بهم وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا امتياز أعطاه الله تعالى للوالدين سواء كانوا مؤمنين وحتى ولو كانا مشركين أو كافرين، ولو ذلك فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس بك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه البنية حسنة ابتلاها الله تعالى بأم كتدعي لها بالسوء، ربما السبب كاين واحد العامل نفسي. كاين بعض الأمهات اللي حملات بواحد المولود في ظروف عصبية، يعني نهار بغات تحمل بها النهار الأول، نهار كان اللقاء ديال المعاشرة الزوجية بين الأب والأم، كتكون ديك الساعة المرأة كتمر بظروف صعبة، إما عندها أمراض وإما عندها شدائد وإما تعرضت للعنف والاعتداء، وكانت العلاقة الزوجية فحبلت. هذاك الحمل كتكون عنده مجموعة ديال المشاكل، من بينها أنها كتكون غير مرغوب فيه، ما كتحملهاش، كتشوفها كتفكرها في ديك اللحظة اللي تعرضت للعنف أو المرض أو الاضطهاد العصبي أو غير ذلك، فكتكون عامل نفسي، وهذا خصو علاج نفسي، علاج عن طبيب مختص، أو أن الإنسان يرمي بحمله على الله تعالى. وقد يكون السبب أن هذه الأم ما دمت قلت أنها لا تصلي وما كتبغي تسمع القرآن، هذه في الغالب اللي فيها الصفات كيكون عنده المس، كيكون مخلط ماشي بوحده، لأن كل واحد فينا عنده قارنه، وقال قارنه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. كل واحد منا عنده قارين، وكل كيكون عنده قارين ديالو شيطان مارد داخل معاه، كياكل معاه ويشرب معاه وينعس معاه ويوحي إليه زخرف القول غرورا. قد قال لي في هذه الصفة أنه لا يصلي ما يبغي يسمع القرآن ودائما كيتعامل بالسوء مع الآخرين، ممكن أننا نبرئه، كنقول ماشي منه ماشي منه، راه من ذاك القارين ديالو اللي متحكم فيه. أش خصنا نديروا ليه؟ أولا إلا قدرنا نعالجوه، هو نعالجوه بالقرآن الكريم وبالذكر الحكيم، إلا امتنع ندعو له ولو عن بعد، ندعو له بالهداية، أنقول يا ربي باعد بينه وبين ذلك الشيطان المارد كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من أثاره كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من أثاره بالماء والثلج والبرد، كدعي الله تعالى أنه يطهره من آثار هذا القرين المارد. وغادي يشعر الإنسان بالراحة بعد مدة، غيشعر بأنه كان عنده شيء خلطة مع مخلوق غريب، كيقول لك بحال كنت ملبوس، راه اللباس راه غير العلاقة الزوجية، قال لك الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا غير العلاقة الزوجية، فما ظنك بال 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 بالمخلوقات الغريبة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. وسيدنا أيوب قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بس والعياذ بالله. أدعي لها بالهداية، أدعي لها بالرحمة، وحاول البيت ديالكم يكون دائما مطهر بالقرآن الكريم، ديما نقرأ في سورة البقرة، إذا تعذر علينا ألا التسجيل موجودة، نشغل سورة البقرة ونشغل الأمداح النبوية، الصلاة على خير البرية، الأمداح النبوية من اللي كنذكروها ونعودها، تأتي الملائكة كلما تمت الصلاة على النبي المختار إلا وحفتنا الملائكة، وإذا حضرت الملائكة غامت الشياطين. وكنقول حسنة بنتي اصبري وصابري، الدعاء ديال السوء اللي كتقولوا ماماك راه ما غيبلغك نهائيا، كوني متاكده انت في حمايه الله، بل بالعكس الا صبرتي واحتسبتي لله هذاك الدعاء ديال السوء غيعود ان شاء الله دعاء بالخير. لا قالت لك سيري بنتي الله يعطيك الفقر، راه ربي غادي يقول لك ساعطيك الغنى، لا قالت لك سيري بنتي الله يعطيك الضر، ربي يعطيك القوه والمنعه، لا قالت لك بنتي سيري الله يعطيك الذل، ربي يعطيك العزه والشرف والقدر الكبير. كوني متأكدة بأن الله تعالى اسمه العدل، عادل بل ومحسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان هو أقوى وأرفع من العدل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم اختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.